لما تاخد 200 متر على الكوبري و30 متر على الشاطئ، 100 متر على الشاطئ راحت الجزيره. والله يا ريس، والله الصرف الصحي ده مش مسؤوليه المواطن. انا مواطن في دوله مصر بالقسط العربيه، بدفع الضرايب، بدفع التامينات، من حق الدوله تدخل لي المرافق اسوه في جميع قرى محافظات مصر، وده وضع ما يرضيش ربنا. عايز اقول كمان حاجه يا سياده الريس، احنا مع ربنا، مع حضرتك، والبشر يصيب ويخطئ، مفيش حد في البشر معصوم من الخطأ الا الانبياء، محدش فينا وصل لهذه المرحلة. انا باذن حضرتك سيادة الرئيس، من اخطأ في حق الجزيرة يحاسب. ناس اكثر من 200 محضر بالظلم، بالظلم وليس القانون. اي احتلال للجزيرة احضر نرفضه، ومن مكاني هذا اقرر ان جزيرة الوراق ليست للبيع، ان جزيرة الوراق موجودة بأهلها. جزيرة الوراق عائلات. يا سيادة الرئيس، أناشد سيادتكم بضرورة رفع يد القوات المسلحة على الجزيرة. يا ريس، نتعامل بالقانون. فكيف يتم المطالبة الآن بمئات متر حرم طريق من كل جهة، مما يدل على سوء النوايا ووجود مخططات ليست في صالح الأهالي لعام 2010، والذي ينص على أن بيوتنا وأراضينا خط أحمر وليست للبيع. نؤكد بيوتنا وأراضينا خط أحمر ماشية في دول كامل الجزيرة. نحن في حرب أمام اليهود عشان خاطر الارض العربيه اللي محتلاها اسرائيل من فلسطين، بنحارب عشان نرجعها. نحن في جزيره الوراق مسلمون مصريون، لنا ارضنا الخاصه التي نملكها. كلنا مستعدين نكون دروع بشريه للحفاظ على ارض الجزيره. كلنا سيد علي جزاوي، مش هيضيع ابدا، لاننا كلنا بنقدم ارواحنا وكلنا بنقدم اجسامنا فدا لجزيره الوراق. فجزيره الوراق ليست للبيع، لا بيع ولا تهجير ولا تطوير، ولكن تنميه. واحنا قاعدين 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 لا متين. والله العظيم اقسم بالله عنده استعداد اموت علشان اخويا
متحرك على طول البلد دي وما يسيبهاش، وعلشان ولادي يعيشوا حياه كريمه بس مش اكتر من كده. ما تخافوش، انتوا بتدافعوا عن ارضكم وعن ولادكم وعن عرضكم. اي حد يقول لك انت رايح ليه؟ ما تخافش، قول انا رايح ادافع عن ارضي. زي ما رحتوا ودافعتوا في الجيش عن ارضكم وهو بيطالبك ان انت تدافع في نفسك عن الجيش، دافع عن ارضك هنا برضه. اشيل الناس من مكانها واجيب ناس تانية تقعد مكانها، ده اسمه استيطان وليس تطويل، ده استيطان.